الأصل بالموضوع بأنه ساندويتش بانر بعيد عن كل التفاصيل. تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع سواء بقناتكم أو القناة الفضائية الأخرى. الساندويتش بانر لا يصلح إطلاقا للبناء كلا أو جزءا، لسبب بسيط، بأنه ساندويتش بانر معدن سريع الاشتعال ويساعد بشكل رهيب على سرعة انتشار النيران. نعم. بفعل مادة الفوم التي يحتويها بين دفتي المعدن وهو ألمنيوم في أصله. لذلك لا يمكن أن يكون هناك بناء بساندويتش بانر لأنه صح. سوف يكون هناك ارتفاع كبير في احتمالات وفرص حصول حوادث. نعم. هذا أولا. نعم. شديد الحساسية للحرارة، لا فيه تماسك ولا فيه ثبات، سرعان ما ينهار مع أول 4 دقائق من الحريق. بالإمكان فيما لو اشتعل حريق في بناء من الساندويتش بانر بعدة طبقات، أضمن لك بأنه خلال أقل من 10 دقائق سوف يأتي على البناء برمته وسرعان ما ينهار هذا البناء. أنا وياك سيادة هذا الفريق. واحد بس سؤالي لحضرتك، شنو سبب الحريق؟ نعم، شنو سبب الحريق؟ الحريق بأنه استخدموا 4 مكائن لتشغيل الشعالات الألعاب النارية، السقف القاعة من الديكورات والقش الصناعي ومن الأقمشة شديدة الحساسية للنار، الأرضية كاربت، الكراسي والستائر من القماش الستن والقماش البي، يعني تكوينات كثيرة نسبة كبيرة بس النايلون. نعم جنابك.